مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك استغنى، وانتهى بعدك صار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل اعمال يدوية بسيطة وسهلة جدا لشهر رمضان. اول حاجة هنعملها هي ان احنا هنعمل سبحة رمضان. طبعا السبحة دي هنستعملها في رمضان وغير رمضان، يعني ملهاش وقت معين. كل اللي عملته اني جبت خرز عادي جدا، يعني جبت لونين، لون هعمل بيه الفواصل اللي هو مثلا بعد كل 10 احط فاصل بلون تاني. ممكن برضو تعملوها كلها بلون واحد يعني، بس انا حبيت اللي هو افرق بعد كل 10 كده بواحد مختلف، فجبت لون نبيتي وجبت كمان معاه لون ابيض. طبعا الالوان والاذواق دي براحتكم انتوا. المهم يعني دخلت اول 10، بعد كده حطيت واحده بيضه، بعد كده تاني 10، بعد كده واحده بيضه، بعد كده تالت 10، عشان يبقوا 33 التسبيحه. المهم يعني بعديها جبت الشراشيب اللي بتتحط في الاخر دي وحطيتها. بعديها هبتدي اربطها، بس اتاكدوا كويس جدا انكم تربطوها كويس. طبعا يا جماعه انا عملت اتنين بصراحه، عملت واحده بخيط بلاستيك وواحده بالخيط اللي هو بيتمط ده. بصراحه مش عارفه لسه انهي احلى يعني، بس هما الاتنين ماشيين عادي حلو جدا، فمش مهم اي خيط عندكم. حتى ممكن تعملوا بالخيط اللي بيبقى جاي فيه اساسا الخرز، برضو بينفع عادي. المهم يعني ان هي في الاخر شكلها جميل جدا، كمان مفيده يعني. ودي كانت اول حاجه عملناها سوا. تاني حاجة بقى هي ان احنا هنعمل علاقة او دلاية يعني عشان نحطها على الباب. بجد يا جماعة في الاخر كان شكلها جميل جدا. يعني هو كل اللي جبته اني جبت الكرتونة دي كانت كرتونة ايس كريم عندنا قديمة. بعديها جبت طبق ورسمت الدايرة، بعد كده جبت، لا ما جبتش حاجة يعني، وانا رسمت الدايرة التانية بايدي، بس عملت فرق اللي هو بين الدايرة الاولى والدايرة التانية حوالي 4 سنتي عشان يكون في بينهم فرق. طبعا يا جماعه انا معرفتش اجيب طبق كبير قوي، لان هو يعني هي حجمها حتى هنا باين صغير، لكن هي في الاصل طالعه كبيره يعني. المهم هبتدي افرغ اللي جوه. قدامكم طريقتين، يا اما تفرغوها بالقطر يا اما بالمقص. طبعا يا جماعه الاسهل المقص. بعديها جبت خيط خيش وهبتدي الزقه عليها بالشكل ده. طبعا ممكن تلزقوه بالطريقه دي وممكن تلفوه عليها اللي هو بايديكوا يعني، بس انا برضو حبيت الطريقه دي اكتر. كمان الطريقة دي اسهل وهتوفر لكم وقت اسهل يعني. المهم ده شكلها يا جماعة بعد ما لفيت عليها الخيط الخيش. طبعا يا جماعة الالوان والحاجات دي براحتكم. بعديها جبت بقى قماش خيش وهبتدي اخد حجم الدايرة اللي انا عملتها يعني وفرغتها، بس هسيب من فوق حوالي برضو 4 سنتي، وهاخد نفس الحجم من تحت برضو اللي هو 4 سنتي. بعديها ابتدي اقص حتة القماشة اللي انا خدت حجمها. ده شكلها يا جماعة بعد ما قصتها. طبعا كان في زيادات في النص كده وحاجات يعني برضو قصتها. كمان يا جماعة انا لما جيت اعمل الدايرة في الاول خالص بعد ما لفيت عليها قماش الخيط، لقيت ان كان في برضو زيادات، فده ساعدني اكتر ان يعني انظم شكلها وكده. فلما قصيت الزيادات طلعت الدايرة مظبوطة بالظبط اهو زي ما انتوا شايفين. المهم يعني في الاخر بعد ما لزقت الخيش عليها بالشكل ده ابتدي برضو اقص الزيادات. طبعا يا جماعة بعديها جبت كلمة رمضان. هو المفروض ان هي بتتبع او بتكتبوها في البيت يعني، بس انا كنت بصور حوالي الساعة 1 او 2 يعني، فمفيش مكتبات فاتحة طبعا. فبصراحة قلت بابا يكتبها لي يعني عشان هو خطه حلو، كمان تبقى يعني شكلها منظم اكتر. المهم يعني مش هتفرق اذا كنتوا طبعتوها او كتبتوها في البيت، لان هي كده كده في الاخر شكلها حلو. بعديها عكست الكلمة بعد ما قصتها من ورقة عادية، عكستها لما جيت ارسمها على الفوم. ليه عملت كده؟ عشان احنا بنرسم على ظهر الفوم، فلما هنقصه هيطلع الفوم من قدام معدول يعني. لكن لو احنا كنا في الاصل قصينا الفوم على الفوم اللي بيلمع يعني مش من الظهر، كانش هيطلع مظبوط خالص. او لو كنا حطينا الكلمة معدولة برضو على الظهر كانت هتطلع برضو بالشقلوب لما نعدله، لان هي كده كده بتبقى معكوسة. المهم يا جماعة بعيدا عن التليفون اللي هو كان هيفصل يعني. المهم بعديها يعني هبتدي الزقه الشكل ده
لو هو مش بيرزق عادي هترزقوه بالشمع يعني، مش مشكلة يعني، مش هتاخد وقت اساسا. المهم بقى فرغت الضاد والميم بالشكل ده وحطيت كمان النقط. بعديها جبت ورد، الورد ده مش فاكرة كنت جايباه من فترة يعني، من زمان الصراحة لقيته عندي. هو طبعا الورد صغير فانا حطيت حوالي 5 وردات كده او 4 مش فاكرة. المهم لو عندكم، لو عندكم ورد كبير يعني ممكن تحطوا الورد الكبير، او اي حاجة عندكم يعني ممكن تزينوا بيها. كمان مش لازم اصلا تحطوا الورد ده يعني، دي كده كانت زيادة من عندي، ممكن تسيبوها على كده. المهم ان هي في الاخر برضو شكلها جميل جدا. بعديها جبت فوم اخضر وقصيت بيه الفروع ولزقتها. طبعا حددت جوه يعني اللي هو بقلم الجاف الاسود الفروع بتاعت الشجرة او ورقة الشجر. المهم بعديها جبت خيط خيش لونه احمر وبدأت الولوه بالشكل ده عشان اعمله علاقة عشان لما اجي اعلقها في الباب. هي طبعا في الاخر بعد ما لزقتها لقيت ان انا لما جيت الزق العلية دي طلعت معوجة، بس للاسف يعني خلاص يعني قدر الله ما شاء فعل. المهم هي بعد ما خلصت برضو شكلها جميل وعجباني جدا. ده شكلها يا جماعة بعد ما خلصت، بجد مديها ديكور حلو قوي كمان ورمضاني، وكمان من حاجات بسيطة جدا يعني، هي ما خدتش وقت يعني، خلصتها حوالي كده في نص او ربع ساعة بس. بصراحة يعني هو ده بالنسبة لي مش وقت كتير بالنسبة لبقية الحاجات يعني، بس في الآخر طلع شكلها جميل جدا. الفكرة اللي بعد كده، وهي بجد يا جماعة يعني من أحلى الأفكار بصراحة، ودت شكل جميل جدا جدا في الآخر، مبهجة جدا. كل اللي عملته إني جبت برطمان قديم عندي، بعديها ابتديت اغلف الغطاء بالوش تاب، لكن بصراحة بعد ما خلصته اكتشفت ان هو كان لو كان يعني اتغلف بالفوم كان يبقى شكله الطف واحلى بكتير من انه هو متغلف بالوش تاب، بس طبعا انا عرفت كده في الاخر يعني. فانتوا لو حابين تغلفوه بالفوم هيبقى احسن بكتير من شكله هو بالوش تاب، خصوصا لو كان نفس الفوم اللي لزقته على البرطمان نفسه. المهم هبتدي اخد حجم البرطمان من الجناب بالشكل ده، واخد برضو حجم البرطمان من فوق بالشكل ده. طبعا وانا ما عرفتش اخده من فوق قوي، فبعد ديها يعني شلت البرطمان وابتديت اخده بالمسطره. بعديها قصيته بالشكل اللي انتو شايفينه ده. طبعا انا هنا احترت شويه يعني اذا كنت هرسم فانوس او نجمه او هلال، الرسمه براحتكم. بعد الحيره الطويله دي يعني اخترت اني ارسم فانوس بصراحه عشان شكله جديد كده يعني، فكرة جديدة يعني، كل الناس لما بتيجي ترسم او كده لو بتعمل مثلا كلمة رمضان او هلال او كده، لكن فكرة الفانوس دي عجبتني لانها فكرة جديدة. المهم بعد ما رسمت الفانوس هو اتعوج شويتين تلاتة يعني، بس لما جيت اقصه روحت ثانية عشان يتظبط. المهم الفانوس الصغير ده انا مش هرميه، اكيد هستغله في اي حاجة يعني، بصراحة انا برميش اي فوم. بعديها يعني هبتدي الزق الرسمة او الفوم على البرطمان بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم لو ما بيلزقش هتعمله بالشمع، لكن الاحسن هنا انه يكون بيلزق عشان الشمع ممكن يعني يضايقه في البرطمان لو هو ازاز، ممكن كمان يفرقع لو الشمع سخن قوي، فالاحسن يعني ان هنا يكون الفوم بيلزق، لكن عادي لو الشمع مش سخن قوي ممكن تعمله بيه. بعديها جبت خيط خيش، بعديها ربطته من فوق على شكل فيونكه برضو، ادت شكل حلو قوي. بعديها جبت الشمعة دي وحطيتها وقفلت البرطمان. طبعا انتوا كان ممكن تعملوا كل الكلام ده بالشقلوب، بس ما كانش هيبقى فيه افيونكة اللي هو بتحطوا الشمعة جوه البرطمان بعد كده، لا بتحطوا الشمعة في الغطا بتلزقوا في الغطا بعد كده بتقفلوه، بس ما كانش هيبقى فيه كل الحوارات دي يعني، فهو كان بصراحة شكله احلى بكتير، وبصراحة برضو مدي ضوء يعني، وبصراحة انا بحب الضوئيات الخفيفة دي بتبقى برضو شكلها حلو قوي. الفكرة اللي بعد كده يعني هي مش فكرة قوي، احنا مش هنعمل حاجة، كل اللي هنعمله ان احنا نجيب قماش الخامية ونلزقه على الحيطة. قماش الخامية ده بصراحة بيدي اشكال حلوة قوي لما بيتلزق على الحيطة. كمان ممكن نعمل منه مفرش، بس انا بصراحة استخسرت اني اقصه لان هو احلى وهو على الحيطة يعني، فمقصتهوش. الا بقى لو عندكم السفرة كبيرة مثلا او الترابيزة كبيرة فهتفرشوه بس، لكن مش هتقصه منه لان هو كده شكله احلى. كمان جبت الشراشيب الملونة دي عشان احطها على الاحرف، سواء يعني هلزقه على الحيطة او هفرشه على مفرش، المهم انها بتدي شكل في كل الاحوال. كمان الوانها مبهجة كده وجميلة جدا. فهم دول الفكرتين بتوع قماش الخامية. طبعا ده غير بقية الافكار يعني اللي هو بالفوانيس وحاجات كتيرة جدا هنبقى برضو نعملها سوا. وبس كده يا جماعة، هي دي كانت افكار الفيديو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم الفيديو اول ما ينزل. كل سنة وانتم طيبين،
كمان ما تنسوش تابعوني على حسابي على الانستجرام، هحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، وهحط لكم بقيه فيديوهات سلسله رمضان برضو في الديسكريبشن بوكس. لو ما شفتوهاش قبل كده ما تنسوش تشوفوها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين، وباي باي.